محني شويه ومكرسين مع الطريق ومع السيارات الاجره. دابا اليوم صبحوا دايرين غريف وحنا عندنا يعني شغلنا غادي نقضيهم ولكن ما مشيناش. كاين اللي كيتامن من غير ان كاين لا غريف اليوم او لا. انا ما في خبريش، انا خرجت من قبيله وانا واقفه انا كنتسنى يعني الترونسبور، ولكن قالوا لي تفاجات بان كاين اضراب ديال السيارات الاجره. نتمنى من الله هذا الوضع هذا يتصلح، ونتمنى من الجهات المسؤوله يعني تراعي هذه المساله هذه وهذه النقطه هذه وتحل المشكل، لان فعلا كنعانيو ديجا الترونسبور كاين هنايا في هذه البلاصه هذه في هذه البلاصه هذا الموقع اللي حنايا فيه، يعني راه بعيد على المنطقه اللي حنايا مثلا كنسكنوا فيها وفيها واحد الكثافه سكانيه كبيره. حبذا لو ان حتى البلاكه ديال الطاكسي يغيروها ويزيدوها شويه لقدام، فين كاين المارشي، فين كاين السوق، فين كاين البيع والشراء، فين كاين الناس يتديبلاصاو بزاف. اليوم ما كاينش طاكسي، دونك معاناه، دونك مشاكل. نتمنوا الجهات المسؤوله يعني تشوف تاخذ بعين الاعتبار الموضوع بجديه، وعندنا ثقه الحمد لله في المسؤولين ديالنا، عندنا ثقه في الناس اللي كيشتغلوا بضمير، والحمد لله بلادنا راه غاديه غير بهاد الناس، وبلادنا راه غاديه بضمير يعني بضمير هاد الناس، والحمد لله. كاين ناس اللي كيخدموا البلاد، وكاين ناس اللي كيحبوا البلاد، وكاين ناس اللي يعني غادي يوصلوا لهاد النداء، وغادي تكون ان شاء الله الامور مقاده. هذا هو الطلب الوحيد، وانا كنتكلم ب يعني اصله عن نفسي ونيابه عن ساكنه ولاد عزوز، ولو انه يعني ما يعني انا لقيت الوضع هكا، ولكن كلشي كيعاني منه يعني كان هذا هو. كنبلغ هذا النداء للساكنه والمسؤولين ديال منطقه ولاد عزوز، ونتمنى ياخذوا بعين الاعتبار. خويا عندنا واحد المشكل في الطريق كيقولوا هما بيننا ثانويه، ولكن هي بالنسبه لهذه المنطقه طريق رئيسيه، كيدوزوا منها السيارات ديال الاسعاف، السيارات ديال الدرك الملكي، الناس اللي ساكنين هنايا، اغلبيه ديال الناس اللي ساكنين هنايا كلهم كيدوزوا من هذا الطريق هذه، ولكن هذا كلشي مضروب. طريق وحده اللي كاينه، الطرق الاخرين الطريق اللي كاينه، وهذا مشكل مطروح ماشي غير هذا العام، هذا 4 سنين هذا، ولكن هذا العام هذه بالنسبه للامطار الخير، امطار الخير اللي نزلت هذا العام تبارك الله، سبت اطراق في هذا الطريق، وكان استنكار لهذا الطريق بزاف. كانت الناس تجمعوا، الناس ديال هذه المنطقه تجمعوا وداروا شكايه، ولكن هذيك الشكايه ما لقات حتى شي رد، ما لقات حتى شي رد مقنع للساكنه لهذا الشيء. داروا الناس النقابه ديال الطاكسيات دارت واحد الوقفه احتجاجيه مسانده مع الساكنه ديال هذه المنطقه اللي ما حنا بغينا الحل. بالنسبه لهاد الطريق هادي اخويا كتكرفصنا شويه في الشتا بزاف، وكنتمناو من الله تيسروا هاد الناس هادو يصلحوها، حيت اخويا راه الله يحسن العون. بعد المرات راه كنطيح كنهز مرتي ولا وليدي هادشي ولا شي حاجه، راه بنادم راه صعيب عليه بحال ماك. الانسان خويا هو اللي يصلح هادشي هذا، راه ماشي حنا 2021 باقي كنشوفو الطريق بحال ماك راه حشومه.